وللقاء المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من جنيف سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. سيد الدوسري، بعد التحية هل لك أن تطلعنا على أبرز ما دار في الجلسة الثانية لمناقشة تقرير البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل بجنيف اليوم؟ شكرا جزيلا. طبعا اليوم قدمت مملكة البحرين الجزء الثاني من المناقشة مع لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وقد ناقشت طبعا الأسبوع الماضي يوم الجمعة الجزء الأول من اتفاقية حقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقة. الجزء الأول تحدث عن الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعريف حقوق الطفل والتشريعات والقوانين والأنظمة، بالإشارة إلى الإجراءات الحمائية التي تتبعها مملكة البحرين في سبيل توفير الرعاية والحماية وصون وحماية حقوق الطفولة وأيضا ذوي الإعاقة. اليوم الجمعة ناقشت اللجنة وقدمت مملكة البحرين الجزء الثاني المتعلق بالخدمات المتطورة تقدمها مملكة البحرين فيما يتعلق بالجانب الصحي والجانب التعليمي، وأيضا الآليات والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة. وكما تعلمون مملكة البحرين تزخر طبعا بحزمة من التشريعات الوطنية الرائدة والمتطورة، وأيضا التشريع السياسات، وأيضا اهتمام وحرص الحكومة على الرعاية، توفير الرعاية والاهتمام بهذه الفئة الهامة في المجتمع البحريني وهي الطفولة. من الشباب والمراهقة من الجنسين، ونحن أيضا في صدارة العديد من دول العالم الذي ينظر إلينا بالبنان في تقدمنا ونمانا في هذه التجارب. وتم التقديم وبيان ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والإنجازات من مجانية التعليم للطفولة في كافة المراحل، وإدخال مناهج تعليم حقوق الإنسان في كافة المراحل من دور الحضانة إلى المراحل الجامعية، بالإضافة إلى تأهيل المدرسين وتأهيل المهني والتدريب عن طريق كلية أو معهد المعلمين، وأيضا التدريب الذي يؤهلهم للتعامل مع الطفولة والأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة طبعا للخدمات الصحية أيضا مجانية التي تقدمها حكومة البحرين للطفولة، والتي أدت لتحقيق نتائج كبيرة انعكست في تقارير اليونسكو وأيضا منظمة الصحة العالمية، وهذه أيضا أشاد بها أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة أثناء المناقشة اليوم. نعم، إذا سيد الدوسري في سياق ما ذكرته، هل لك أن تطلعنا على تفاعل وفود الدول المشاركة والمنظمات على ما تحقق للبحرين من إنجازات في هذا المجال الذي يعني تفضلت وتطرقت إليه؟ طبعا التشريعات اللي صدرتها مملكة البحرين وأيضا الآليات هي في صدارة الإشادات حقيقة، لأن نحن بلد القانون والنظام والإجراءات الموجودة في مملكة البحرين دائما ما تكون صباغة لتعمل على يعني رعاية هذه الحقوق، منها طبعا تشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة من قوانين تنظيم آلية التسجيل المواليد والوفيات وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال على سبيل المثال، دور الحضانة، وأيضا طبعا قوانين التطعيم، التعليم والصحة والعمل والأحداث والحضانة الأسرية. كل هذه الإجراءات طبعا الذي أيضا يحميها أو يدفع فيها قانون الطفل البحريني الصادر في 2002، قانون متطور جدا وأوجد في بنود آليات الحماية والرعاية للطفولة وذوي الإعاقة، بحيث أنه يؤهلهم للمشاركة والاندماج وتمتعهم بحقوقهم المدنية، وأيضا إشراكهم في المجتمع في على كافة المستويات، وإدماج أيضا ذوي الإعاقة سواء في أعطاهم فرص العمل وإدماجهم في سوق العمل، بالإضافة لأيضا أن تخلق البيئة الحضارية للطفل لأن ينمو ويسمع منه ويقدم المقترحات ويشارك أيضا في كثير من الأفكار فيما يتعلق بتطوير سبل حمايته في المجتمع. فهذه الآليات حقيقة أشادوا فيها كثير من المندوبين والخبراء، وأشاروا وأيضا أكدوا لنا تمنياتهم بأن تظل مملكة البحرين تواصل هذه الصدارة وهذه المقدمة لتحذو حذوها الدول الأخرى كمثال يرنو إليه بالتطور المستمر. ونحن نفخر بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة في هذا التوجيه وهذا التقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين، والذي وصل إلى مرحلة أن يشيد به العالم والدول
في هذه المحافل الدولية. نعم. وأود أن أشير طبعا في هذا المجال الإشارة الكبيرة للاستراتيجية اللي تعمل عليها البحرين، استراتيجية الطفولة التي تعمل وفق أطر علمي مدروس أشادت فيها اللجنة والأعضاء اللجنة، وأشادت أيضا باللجنة الوطنية لرعاية الطفولة ترأسها سعادة وزير العمل سيد جميل بن محمد حميدان، وأشادوا بهذه اللجنة برئاستها والتقدم والعمل الذي حققته طيلة السنوات الماضية. نعم. إذن سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.